كلام كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض قيود جديدة على مستخدمي حسابات ميتا واللي بتضم فيسبوك وإنستجرام وثريتس. آخر القيود دي ربما فرضها موقع إنستجرام على الصور والنصوص علشان يحد كتير جدا من محاولة الرسائل غير المرغوب فيها. منصات بتقوم بطرح سياسات أكتر صرامة وأكتر صعوبة، وبتخلي المرسلين بيبعتوا رسالة واحدة بس لو ما كنتش من المتابعين ليهم، يعني لو ما كنتش أنت فولور للي بتبعت له رسالة ما تقدرش تبعت له أكتر من مسج واحدة بس. الروبوتس والدردشة اللي بتبقى موجودة على فيسبوك، وبعض الناس بتقول إنها بتنتهك الخصوصية أو بتحسسهم بعدم الإيمان في الإنبوكس أو الخاص، بيخلي الناس تبقى مش مستريحة. يمكن عشان كده ميتا بتحاول إنها تعمل حاجة مختلفة. المهندس أحمد السخاوي خبير تكنولوجيا المعلومات موجود معانا النهاردة، وحيقول لنا بتعمل إيه المنصة وتطبيقاتها في الفترة الأخيرة. أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه اللي بيحصل في منصة ميتا؟ يعني النهاردة عندنا عدد كبير من الآراء أو الكلام أو الحديث عن أن إنستجرام فرض بالفعل قيود على قصص الخصوصية. نحب نتعرف عليها وهتاخدنا فين قصة الخصوصية دي؟ يعني هي بتجابه ايه تحديدا؟ الحقيقة كل حاجة بدأت يوم 4/7 و5/7 السابق ده، في شهر 7 اللي فات، لما شركة ميتا أطلقت تطبيق ثريدز. طبعا تطبيق ثريدز ده يعتبر منافس قوي جدا، إن لم يكن يعني بالوصف الدارج على مستوى العالم القاتل لتويتر تحديدا، وهو التطبيق اللي تم في خلال يعني ممكن نقول يوم كامل لما أكتر من 30 مليون مشترك، وده رقم طبعا مخيف جدا جدا جدا. تلاقيه تطبيق معنى ان تطبيق في يوم واحد يلم أكتر من 30 مليون شخص حول العالم، بالتأكيد ده رقم يعني مش موجود لتطبيقات بقالها سنين وسنين كمان يعني. فبالتأكيد من هنا كانت البداية في اتهامات تويتر طبعا لشركة ميتا ان هي بتحاول يعني نسخ وطبعا لصق لكل ما يتعلق بالتطبيق الخاص بتويتر من كل الفيتشرز الموجودة فيه. بنتكلم كمان وعلى موضوع ما يتعلق بان حقوق الملكية تطبيق تويتر نفسه. في اتهامات طبعا ان ثريدز يعتبر هو الكوبي بتاعه. في كمان اتهامات ان في بعض الموظفين في تويتر، الموظفين دول نقلوا كل ما يتعلق بأفكار تويتر حتى المستقبلية شركة ميتا بعد ما كان إيلون ماسك فصلهم. فكل الكلام ده مع تهديدات كمان تويتر بأن احنا هنلتقي مع ميتا في القضاء، بقى نتقابل في القضاء. طبعا خناقة كبيرة جدا منذ طبعا زمن كبير ما بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج مالكي طبعا ميتا وتويتر، وطبعا ما يتعلق بال صراع كبير جدا حول السيطرة على ملك التكنولوجي في العالم كله. فكل الحاجات دي كلها بتودينا لاتجاه واحد واضح جدا، وهو فكرة ان ميتا بتحاول جاهدة ان هي تطور كل ما يتعلق بالمنظومة بتاعتها، المنظومة اللي تم اتهامها في حاجات كتير جدا. على سبيل المثال ما يتعلق بالخصوصية، ناس كتير جدا بتقول والله شركة ميتا وقبلها طبعا الاسم السابق ليها فيسبوك كان بيتهم اتهامات خطيرة جدا 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 في كل ما يتعلق بيانات المستخدمين. ناس كتير بتقول ان انا في اعلانات بتظهر لي مجرد بحثي عن اي حاجة، في ناس تانية بتتكلم ان معلوماتي هي بيحصل فيها ايه. في طبعا مشاكل كمان اللي كانت طلعت من فترة كبيرة من فرانسيس هوجان في لقاء هناك في احد المحطات الامريكية، وقالت ان في بعض المعايير فيسبوك اصلا لا بيتبعها ولا اي حاجه، وهم دايما بيصدعوا دماغنا كده بالبلدي وان هم بيتبعوها وهم بعاد جدا عنها. منها ما يتعلق بمعايير الكراهيه، منها ما يتعلق بالمعايير الخاصه بكل ما يعني ممكن نقول عليه في اكتر منه خصوصيه. يعني مثلا بنتكلم ان كان في داتات مسربه كتير جدا جدا لفيسبوك. فيسبوك قالت ان الداتات دي احنا امنناها وبدانا ان احنا كل معلومات الناس دي نقدر نامنهم ونقدر ان احنا نحط وسائل حمايه ليها كافيه. بالتاكيد ان كل الكلام ده كان يعني غير حقيقي، والا احنا ما كناش شفنا كم الهاكرز اللي موجود وكم اختراق الخصوصيه الموجود. وطبعا احنا شايفين ان في خطوات
الكراهية أو بعض المصطلحات اللي بيتم التحايل على استخدامها، سواء بقى باستخدام رموز أثناء الكلمة أو أشكال أيا كان يعني. وفي حاجة كمان حضرتك برضو أسلفت الذكر وقلتيها ودي مهمة جدا، فكرة الرسائل اللي بتوصلني، الرسائل السبامينج اللي بتوصل لي على الانبوكس عندي، والرسائل دي انا ما اعرفش مصادر الناس اللي بتبعت لي ايه، وفي نفس الوقت وده الاهم ان الرسائل دي بتكون باعداد كبيره جدا. الفكره دي تحديدا بدات يمكن شركه ميتا تحديدا الفتره الاخيره ان هي تحاول تحد منها، لان بطبيعه الحال فكره اللي انا هبعت رسائل لاكتر من حد، والحد ده انا هبعت له باكونت واثنين وثلاثه واربعه، وابعت له اكتر من رساله واحد اثنين وثلاثه واربعه، فهنا كان في نوع من انواع يعني ان الخصوصيه يعني خلاص الله يرحمها طبعا. فبالتاكيد فكره ان انا بحاول احد بقى من مما ما يتعلق طبعا بان يبقى في قيود شويه، الدنيا محكومه. ده ما يتعارضش مع الفكره الاساسيه لفيسبوك، يعني الشعار الرئيسي لفيسبوك فيسبوك كونكتنج بيبل، احد من التواصل، وانا بتكلم عن ان الهدف الاساسي هو التواصل او التوصيل ما بين الافراد. صحيح. فانا في كده الشعار بيتنافى تماما مع السياسه الجديده اللي المفروض. في حاجتين كمان عايز اقول لحضرتك عليهم، ان كان في باجز، كان في ثغرات امنيه موجوده في فيسبوك الفتره الاخيره، تطبيق فيسبوك تحديدا، كان في صفحات مجرد ان هي اي حد عمل اي بيج وليس اكاونت يقدر يبعت رسائل من الصفحه لمستخدمين عمرهم ما تواصلوا مع الصفحه قبل كده، وده بالمناسبه ده المفروض ان هو مش موجود طبعا. يعني هي فكره اللي انا عن طريق الصفحه ممكن اكلم فقط العملاء اللي كلموني او الناس اللي تواصلت معايا على البيج او الصفحه دي. فكره بقى ان الصفحه هي اللي تبعت رسائل ترويجيه للعملاء، ده عمره ما كان موجود. دي كانت باجز، كانت باجايه كانت موجوده، كانت موجوده في انستجرام، وكانت موجوده كمان فيسبوك تحديدا. البجاية دي اتقفلت الفتره الاخيره، وفي ناس كتير جدا ودي اتهامات قالت ان دي كانت حاجه مقصوده بهدف الترويج اكتر، بهدف بقاء المستخدم اكتر على منصتها، وبالتبعيه زياده فرصه في ان يبقى في يعني انجيشمنت كده، او يبقى في فعلا انتر اكشن مع المنتجات اللي بتتعرض، في اكتر يعني ترويج اكتر لبعض العمليات الترويجيه للاعلانات الموجوده. ده كان بيحصل بس مع البيجز اللي بتستخدم اعلانات مموله، ده كانش ده بيحصل مع اي بيجز راندم، فده كان نوع من انواع التوسيع يعني التسويق وتوسيع القاعده الجماهيريه للبيجز دي. صحيح صحيح. فبالتاكيد هنا احنا هنا بنتكلم عن بجايه موجوده يقال طبعا ان هي كانت مقصوده، وان كنت انا تحليلي الشخصي ان انا مع فعلا الراي ده، لان البجايه دي فضلت وقت كبير، وطبعا شركه فيسبوك لما بس بتلمح اي صوره موجوده ممكن بتاخد يعني معاها 24 ساعه مش اكتر من اسبوعين ثلاثه، فبالتاكيد دي طبعا كانت محور شك كبير. طبعا ميتا الفتره الاخيره دي بدات تعمل حاجات كتير جدا تحاول ان هي تطلق العناء يعني العنان كده لتخيلاتها وكل ما يتعلق بيها، يعني مثلا موضوع القنوات اللي بدات ان هي تتبعها، ان يبقى في شانل كده على البلاتفورمز زي واتساب زي انستجرام، وتقول ان الشانلز دي هتبقى مقتصره فقط على المنصات او على المؤسسات الكبيره. يعني انا مثلا سايب نتكلم في قنوات على مستوى التلفزيون مثلا، او على مستوى الانديه، او على مستوى الهيئات او المؤسسات، كل المؤسسات الكبيره دي في امكانيه ان هم يعملوا الموضوع خاص بالشانلز الموجوده على المنصتين دول. لو بنتكلم في اهميتهم، اهميتهم عاليه جدا، ويمكن في ناس كتير جدا ربطت بين فكره تقليل الرسائل الموجوده على تطبيق زي انستجرام وفيسبوك واطلاق خدمه الشانلز الموجوده على منصتي انستجرام وواتساب تحديدا، فان هم بيحاولوا يقولوا والله احنا هنقلل لك الرسائل اللي بتوصل لك، وهنعمل لك منصه تبقى منصه رسميه، المفروض المنصه دي هيبقى عليها الاخبار وعليها كل ما يتعلق باي حاجه احنا عايزين نقدمها لك في اطار رسمي جايه من المصدر الرئيسي بتاعك. انا صحيح. مش فاهمه قصه الشانلز دي، معلش. الشانلز دي حاجه جميله كده، بس انا مش حاسه اني فاهمها. الشانلز لمنصات لقنوات حقيقيه موجوده هيبقى لها منصات او هيبقى لها موقع على المنصه، هو عايز يحد من الشائعات او من الاخبار المغلوطه فبيقدم الحاجات اللي هي الموثوقه. مظبوط. فاحنا هنا بنتكلم في فكره تقييد
المعلومة الخاطئة، فكرة تقييد الإشاعات تحديدا، بمحاولة ان انا يبقى عندي نوع من انواع المعلومة اللي بناخدها من مصدرها، بيعمل زي نبض يعني كده جوه الفيسبوك. هي تحديدا في انستجرام خلاص، وكمان في واتساب، فبالتأكيد هتكون مهمة ومهمة جدا جدا جدا. فأعتقد إن شركة ميتا الفترة الأخيرة مع جهودها المستمرة في تطوير نفسها، أعتقد إن هي ممكن هتبدأ فعلا تزيح تويتر تحديدا من على، يعني إن تويتر دايما كان واخد يعني شعبية أكتر في إنه واخد دايما الطبقات اللي بنسميها طبقات بالظبط. فأعتقد كمان إن تويتر الفترة الأخيرة بعد تغيير كمان اسمه هيبدأ إن هو بالظبط، أعتقد إن هيبقى في بعض المشاكل الداخلية، ويمكن هي بدأت كمان من تولي إيلون ماسك يعني زمام الأمور في صفقة كانت تقدر 44 مليار دولار، وده طبعا كان مبلغ ضخم جدا. فأعتقد إن الفترة الجاية هتشهد حاجات كتير جدا. طب وده أثر إزاي يعني على، يعني إحنا في مصر مثلا مش متابعين أو لتويتر أو لموقع إكس، هل مثلا في الخليج العربي مثلا هم متابعين اكتر لتويتر، هل ده اثر على اسواقه هناك؟ هل هناك تهديد بان التطبيقات الاخرى تلقى رواج في الاسواق اللي ما كانش فيها رواج؟ يعني احنا بنتكلم على عملاقين بيتصارعوا، ايلون ماسك مع مارك زوكربيرج، كل واحد فيهم ملياردير امريكي يمتلك من القوه وراس المال ونفوذ ما يؤهله ان هو يتناطح. ده واحد عنده صواريخ وبيفتح بيعمل اقمار صناعيه يا باشا، يعني صواريخ كفايه عنده، وعنده اقمار صناعيه يعني بالنسبه له منصه التواصل الاجتماعي دي حاجه يعني. خلينا بس نقول حاجه مهمه جدا، ان دايما مع تغيير المسميات الشبكات بيكون مقصود بيها دايما الاتحاد الاوروبي وامريكا. ليه؟ لان معظم المستثمرين والاسهم الموجوده معظمها خلينا نكون متفقين كده هي من اوروبا ومن امريكا تحديدا. طيب بورصات، البورصه بالظبط. فاحنا هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان احنا عندنا اسهم دي بيكون عليها طبعا او فيها فلوس المفروض مدفوعه جامد جدا فيها. فهنا بنتكلم في ما يتعلق بان ايه الفكره اللي انت بتقدمها جديد خلتك تغير الاسم، ايه الفكره اللي انت عايز تعملها، ايه الهدف الاساسي. يعني مثلا خلينا نتفق ان ميتا لما قال مارك مثلا قال انا هغير فيسبوك خليه تبع شركه ميتا وهاخد حزب في شركه جوجل لما كانت تبع الالفا، بنتكلم هنا ان كان في سبب خلى مارك يبقى عمل مشروع مثلا ميتافيرس، وبدأ ان هو يمهد لانه عنده استثمارات قادمه في ما يتعلق بالميتافيرس. الميتافيرس طبعا كان بحر كبير جدا تناولناه كتير واتكلمنا عنه كتير. فهنا تويتر اكس، هل وده السؤال اللي لسه مطروح لحد دلوقتي واللي لم يتم اجابته تحت اي ظرف لان لسه المستقبل غريب جدا له، هل في مشاريع شركه اكس تحديدا هيكون متعلقه بما يتعلق بإيلون هيبدا مثلا يدمج ما يتعلق بالاكس كلها بتاعته كده مع بعض، هيبقى في افكار جديده؟ طبعا هو المفروض ان ولا فكره لحد دلوقتي مطروحه، ويمكن إيلون عنده يعني دايما سريه جدا فيما يتعلق بالمشاريع بتاعته، واعتقد ان ده بيبقى طبيعي جدا نظرا لنجاحاته الكبيره يعني. فالناس كلها بتسال انت ليه غيرت اسمه؟ انت ما كنتش محتاج تغير، انت حتى تويتر هو بيلاقي منافسين اقوياء جدا زي ثريدز محتفظ برضه بقيمته وهيبته وكل ما يتعلق بالمستخدمين بتوعه، ليه؟ وبعدين كمان فكره ان الناس حواليك بتعمل ايه وانت لسه واقف برضه مكانك دي مخيفه جدا. يعني احنا بنتكلم مثلا فيسبوك حاليا بدا ان هو هيحذو حزو شات جي بي تي وهيبدا يرفق ذكاء اصطناعي مع بوتات المحادثات بتاعته. طب انت فين يا عم يعني ايلون يا ماسك من الكلام ده كله؟ ده برضو اسئله مهمه جدا، لان احنا هنا بنشوف حاليا ان فيسبوك تحديدا كمملوك طبعا لميتا بياخد خطوات مخيفه. احنا هنا بنتكلم في الموضوع اللي انا بس بقول لحضرتك عليه ده، بوتات المحادثات اللي هتكون موجوده في المحادثات العاديه مع فيسبوك، دي ميزه مخيفه جدا جدا جدا. الناس بس يعني لحد ما تجربها هتفهم انا بحكي في ايه. انا بحكي ان ممكن فيسبوك زي ما احنا بنسمع ان شات جي بي تي يقدر يديك اي معلومه يقدر يديك اي حاجه، احنا هنا بنتكلم في ذكاء اصطناعي فعلا قادر يقوم بتاسكس مخيفه جدا. والاكثر بقى يعني خوفا ان انت بتتكلم في ذكاء اصطناعي معاه كل المعلومات المتعلقة ب 4 مليار، لا خد بقى المعلومة الجديدة دي ان هو معاه اكتر من 4 مليار
شخص account. موجودين على بالظبط اكتر من 4 مليار. انا دايما بقول اكاونت فعلا اكتر من 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 يعني ان احنا نحسبهم كبيرسون فعلا، لان في طبعا دوبليكيشن كتير، في ناس عندها حسابات يعني ممكن يبقى اكتر تعدديه يعني وكده. فهنا بنتكلم فكره ان التقدم موجود، ده الموجود حاليا في ميتا، ومحاوله ان هم ياخدوا اي ميزه موجوده في اي تطبيق حواليهم ويبداوا ان هم فعلا يستخدموها، ويحاولوا ان هم حتى لو هيدفعوا فلوس يدفعوا. لو مثلا يعني احنا بنتكلم في موضوع التشانلز لسه متكلمين فيه ده، تليجرام هي اول منصه عملت الكلام ده، فهم قالوا لا حاجه ناجحه في كل التطبيقات اللي سبق واتعمل فيها، طب ما ناخدها ونبدا ان احنا نعلن عنها. فهنا بنتكلم ان في خطوات واسعه فعلا من شركه ميتا، ولكن هيظل السؤال الاهم واللي الناس كلها بتتكلم عنه، هل شركه ميتا تحديدا قادره ان هي تحمي بياناتنا مع الكم الهائل من المعلومات ده؟ لان هنا بنتكلم في ان فيسبوك عندها اتهامات، يعني خلينا نكون صراحه، كبيره جدا فيما يتعلق بالخصوصيه. العالم كله من وقت يعني مشكلتهم بتاعه اناليتيك بريدج طبعا، وهم بيتكلموا طب احنا معلوماتنا دي بتروح فين؟ هل معلوماتنا دي هيتم مثلا في اطراف ثالثه هتبقى ليها اكسس عليها؟ هل انا معلوماتي اللي انا مجرد ما هتكلم مع بوت، هل انا ضامن ان البوت ده خلاص هيكلير لكل الكونفرزيشن اللي كانت موجوده او المحادثه الموجوده ويحذفها؟ ولا هيتم استخدامها في مشاريع اكتر يعني تحليلا واكتر عمقا لتحليل طبيعه اليوزر اللي بيتعامل مع البوت؟ فبالتاكيد هنا الاتهامات دي كلها، وان كنت انا رايي الشخصي يعني ان طبعا ده هيبقى كنز لميتا تحديدا، لان هنا احنا بنقدم لهم معلومات على هيئه حاجه خام كده، يقدر ان هو اكتر استخدام ليها يقدر يحدد طبيعه احتياجاتي ايه، طبيعه تعاملاتي على الانترنت ايه. كمان ودي نقطه مهمه جدا، المستخدمين بتوع ابل تحديدا عندهم طبعا يعني قيود اكتر في ما يتعلق بان دايما بنلاقي معظم الصلاحيات بتاعه تطبيقات ميتا على الايفون تحديدا بتكون مقفوله، يعني مثلا موضوع المايك ده اللي بيكون مفتوح او الكاميرا، اعتقد ان هو في الاي او اس تحديدا في كل الاوبريتنج سيستم ده بنلاقي ان الصلاحيات دي بتكون مقفوله، وان موضوع استخدام المايك والكاميرا والكلام ده بيكون اكتر قيودا في استخدامه. تأكيد ده بيمنع فكره ان مثلا فيسبوك يقدر يسمع يشوفنا بنتكلم في ايه، الكلام اللي احنا كلنا عارفينه واتكلمنا عنه كتير جدا. فكره بقى ان هيبقى في بوت هيقدر ياخد منه محادثات ويقدر يحصل منه على المحادثات والكلام اللي انا هبدا ان انا اغذيه للبوتات دي، ده هيكون ماده خام هتعوض فقدان او نقص المعلومات اللي بدا فعلا يكون موجود لكل المستخدمين الخاصين بالاي او اس. ده لو كمان فكره ان احنا على الهوا زي ما حضرتك بتقول والبوت ده قاعد يسمع كل الكلام ده، ففكره ان الموضوع يعني فكره الخصوصيه هتبقى اكثر صعوبه، وكمان في تخوف اكتر ان هو يعني يعمل بقى منك انت فيديو او صوت او صوره، لان هو عنده الاكونت بتاعك على انستجرام او على فيسبوك، عنده كل صورك، عنده كل اصواتك، عنده دماغك اللي بتفكر فيها، عنده. فالموضوع ما اعتقدش ان هو ممكن يبقى صعب على هذا البوت او على الشات جي بي تي او على هذه الخاصيه اللي يمكن ان تضيفها شركه ميتا. صحيح، صحيح جدا. وكمان عايز اقول معلومه مهمه جدا، تطبيق انستجرام في بدايته قبل ما يكون مملوك لشركه فيسبوك او ميتا الحاليه، هو تطبيق كان الهدف منه تدريب الذكاء الاصطناعي على خواص التعرف على الوجه وما يتعلق بكل المشاريع البحثيه المتعلقه بالديب فيكس والديب ليرنينج، المتعلق طبعا بفكره ان انا ممكن اركب وجه حد على وجه حد تاني. الكلام ده من مده كبيره جدا، احنا بنتكلم في سنين ممكن تقارب 6 7 8 9 سنين كمان، ان كان الهدف منه قبل ما فيسبوك تمتلكه، ان كان الهدف منه ده. فهنا بنتكلم ان بعد كمان امتلاك عملاق كبير جدا زي فيسبوك لزمام الامور في انستجرام، وكم كبير جدا 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 من المواد الخام اللي هي تعتبر اللي هي على هيئه صور، وطبعا على هيئه مشاريع ممكن ان احنا او فيسبوك تحديدا يعني تنتهجها فيما يتعلق بالليرنينج الخاص بالاي اي. فهنا بنتكلم ان دي مواد خام برضه ممكن الناس تستخدمها. فبنقول ونوعي يا جماعه، خلوا بالكم من معلوماتكم، نخلي بالنا من كل ما يتعلق بصورنا،
عايز تنزل صورة على مواقع التواصل الاجتماعي نزلها بجنب، مش لازم تحط وجهك كده على طول ويعني تتصور بوشك، يبقى في مزيد من الحرص وفي كتير من يعني التركيز في الفترة القادمة في استخدام البيانات بقى بصفة عامة أو في تداولها بصفة عامة. كل الشكر ليك المهندس أحمد السخاوي خبير تكنولوجيا المعلومات، نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجود حضرتك. شكرا لحضرتك.